ما سنفعله في هذا العرض أننا سنقوم بإعادة تبسيط العبارة 3 ضرب الجذر التربيعي ل 500 إكس للقوة 3 والأخذ بعين الاعتبار بعض الملاحظات على العرض السابق والتي طرحت وجهات نظر عن كيفية التبسيط. إذا دعونا نقوم بمراجعة سريعة لآخر عرض قمت به. هذا يساوي 3 ضرب الجذر التربيعي ل 500. هذا مختلف قليلا عما قمت به سابقا. هذه 3 ضرب الجذر التربيعي ل 500 ضرب الجذر التربيعي ل x القوة 3، و 500 ليست مربع كامل ويمكن كتابتها على شكل 100 ضرب 5، أو بشكل أفضل نكتبها 10 للقوة 2 ضرب 5، حيث 10 تربيع يساوي 100. إذا يمكن كتابة هذا الجزء هكذا: 3 ضرب الجذر التربيعي ل 10 تربيع ضرب 5 ضرب الجذر التربيعي ل x تربيع ضرب x، وهي نفس x للقوة 3. وما سأفعله هنا، هذه العبارة الجذرية يمكن إعادة كتابتها لتصبح 3 ضرب الجذر التربيعي ل 10 تربيع ضرب الجذر التربيعي ل 5، حيث أن الجذر التربيعي لحاصل ضرب الأعداد يعادل الجذر التربيعي لكل عدد على حدة، ثم نقوم بالضرب. إذا هذا يساوي ضرب الجذر التربيعي ل x تربيع ضرب الجذر التربيعي ل x. الجذر التربيعي لعشرة تربيع هو 10، وكما قلت في العرض الأخير فإن الجذر التربيعي لـ x يساوي القيمة المطلقة لـ x، ذلك تحسبا إذا كانت قيمة x سالبة. إذن يمكن تبسيط العبارة ككل كالتالي: 3 ضرب 10 يساوي 30، وسأغير الترتيب هنا: ضرب القيمة المطلقة لـ x ضرب الجذر التربيعي لـ 5 ضرب الجذر التربيعي لـ x، وهذا يساوي الجذر التربيعي لـ 5x، لأن أخذ الجذر التربيعي لعدد ما وضربه بالجذر التربيعي لعدد آخر يعادل ضربهما أولا ثم وضع الجذر لحاصل الضرب. إذن تبسيط العبارة ككل هو 30 ضرب القيمة المطلقة لـ x ضرب الجذر التربيعي لـ 5x، وهذا ما حصلنا عليه في العرض الأخير. أما الشيء المثير للاهتمام هنا هو إذا افترضنا أننا نتعامل مع أعداد حقيقية، فيكون مجال x هنا والذي يجعل من العبارة معرفة. إذا x تساوي، يجب أن تكون أكبر من أو تساوي صفر. إذا دعوني أكتب بهذه الطريقة: المجال هو x أي عدد حقيقي أكبر من أو يساوي صفر. والسبب أنني قلت هذا هو أنه إذا وضعنا أي عدد سالب هنا وقمنا بتكعيبه فسيكون الناتج سالب، بالتالي لن يكون من ضمن الأعداد الحقيقية ولن نحصل على قيمة دقيقة، حيث أن x ممكن أن تكون قيمة سالبة. فإذا افترضنا هنا أننا نتعامل مع الأعداد الحقيقية وليس أعداد مركبة، بالتالي يمكن أن نقول أن x أكبر من أو تساوي صفر. إذن x أكبر من أو تساوي الصفر، بالتالي x تساوي القيمة المطلقة لـ x ولن تكون قيمة سالبة. إذا كنا نفترض أن مجال x أو أن هذه العبارة ستكون ذات قيمة موجبة أي معرفة، فيمكن كتابتها 30 ضرب x ضرب الجذر التربيعي ل 5x، وإذا كنا نتعامل مع مسألة ما مع أعداد مركبة، حيث أن العدد المركب يكون جزء منه حقيقي والجزء الآخر وهمي، هذا هو العدد المركب. وإذا كنا نتعامل مع هذه، بالتالي يتوجب علينا أن نبقي رمز القيمة المطلقة لأن هذا سيكون معرفا للأعداد الأقل من صفر.